حضوري مع ثلة من الفنانين المغاربة، وإحنا اليوم كنحتفيو واحد المبدع وأديب وشاعر جميل من شعراء هذا الوطن الحبيب اللي هو سي عبد الحكيم الهلالي. وكانت أمسية رائعة صراحة بكل المقاييس، كانت جميلة، كانوا فيها ناس مثقفين وتكلمنا على أهمية يعني الدارجة المغربية، وعطانا سي عبد الحكيم يعني استفدنا منه اليوم بزاف، عطانا مجموعة من الكلمات الأصول ديالها، يعني كلمات الدارجة المغربية الأصل ديالها باللغة العربية الفصحى. فالحمد لله كانت واحد الأمسية جميلة، وصراحة أنا كفنانة شقيت لهذه الصراحة الأمسية الثقافية اللي أولا كنصلوا الرحم ببعضياتنا كمثقفين، وثانيا كنستافدوا من بعضياتنا. فإن شاء الله نتمنى هذه الأمسيات تتكرر، وإن شاء الله يا رب يديم علينا الفرح والعطاء، عطاء المثقفين في هذا البلد الكريم بعطاءاته. وشكرا لجريدة أصوات على حضوركم معنا اليوم. الحكيم الهلالي شاعر وكاتب روائي، اليوم ينظم صالون فرح للطرب والأدب الأندلسي، هذا الملتقى لأقوم شخصيا بالتوقيع على مؤلفاتي، وهي عبارة عن معجم في الدارجة المغربية وديوان في فن الملحون وديوان في فن الزجل. ويدخل هذا النشاط في إطار البرنامج العام لصالون فرح الذي سنحتفي فيه أيضا بفعاليات أخرى من عالم الأدب والفن والثقافة والموسيقى بشكل عام. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر للصالون الذي أتاح لهذه الفرصة للتعريف بمؤلفاتي، وكما أشكر جميع الإخوة والأصدقاء الذين شرفوني بالحضور. فاطمة زهرة فرح حيادة، رئيسة صالون فرح الأندلسي للأدب والطرب. اليوم كان عندنا توقيع ديال ديوانين شعريا للأستاذ الأديب الكبير سي عبد الحكيم الهلالي، وكان تقديم ديال المعجم العنوان ديالو الصحيح
فيما درجة في اللسان المغربي الفصح اللي هو يعني فريد من نوعه، واستغرقت المدة ديال الإنجاز ديالو تقريبا 3 سنوات. إذن هذا المعجم هو إضافة في المكتبة المغربية، لأن الأستاذ يعني درج الدارجة المغربية هي إلى اللغة العربية. إذن الخلاصة ديال هذا المعجم هو أن الدارجة المغربية هي أقرب دارجات أو لهجة إلى اللغة العربية، يعني في اللهجات العربية بصفة عامة. إذن كيف ما شفتوا يعني الحفل كان متنوعا، كانت فيه أنشطة متنوعة، كانت إلقاءات شعرية، كانت تقديم، كانوا معنا مطربين وفنانين وأدباء وشعراء، والحمد لله. يعني كيف ما من يعني من العنوان ديال الجمعية يعني للأدب والطرب، أن نحن دائما نهتم بالأدب وبالطرب. رشا محمد عضوي في صالون فرح الأندلسي للأدب والطرب، كان بسرنا اليوم أنه نستضيف الكاتب والأديب الشاعر عبد الحكيم الهلالي لتوقيع ديوانين شعريين وتوقيع معجم مهم بالنسبة يعني الخزانة الثقافية المغربية. هو معجم بالدارجة المغربية، يعني يمكن أن أقول بأنه الوحيد في عالم الأدب معجم يكون في الدارجة المغربية في شرح مستفيض جدا، وأظن أنه كانت بادرة طيبة منه للتفكير في هذا المجال وبهذا المفهوم الحداثي الجميل. أتمنى له التوفيق، وأتمنى للجميع المشاركين في هذا الحفل التوفيق إن شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.